خلاص احنا كده يوتيوب لايف على اليوتيوب دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في اول بس المحاضره كان حد نحب نقدم دكتور محمد عياد، دكتور محمد بيدياتريك جستينيور في اليو كي، وقدم لنا النهارده موضوع كده لذيذ جدا، وهو معتمد اساسا على النايس جايد لاين فيفر ان انفانت اندر 3 مانثس. اتفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا برحب بيكم كلكم وبقول شكرا للدكتور أحمد، صراحة تعب معايا كتير جدا عشان نطلع اللايف النهاردة، لأن أنا طبعا مش قوي في التكنولوجيا، معلش اعذروني في الموضوع ده. و طبعا أنا سعيد جدا بانضمامي أولا للجروب، لأن هم يعني ناس يعني ما شاء الله من أحسن الناس اللي أنا قابلتها، وإن شاء الله يكون خير بإذن الله. أنا بس النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع يعني هو من المواضيع اللي إحنا بنقابلها كتير جدا، وهو موضوع الفيفر أندر 3 مانثس. أنا بصراحة يعني هو النايس جايد لاينز يعني ذكر الموضوع دوت في سياق كبير، يعني هو لغاية الـ 5 years، بس انا حاولت ان انا انقي بس ال 3 مانس عشان الموضوع يبقى مختصر والموضوع ان شاء الله يبقى سريع باذن الله. اول حاجه بس نحب نتكلم يعني في حاجه سريعه كده في البدايه، فهو يعني ايه النايس؟ يعني عشان نقول برضو النايس جايد لاينز يعني لازم نعرف معنا مين هو النايس او البادي ده. النايس ده عباره عن يعني يعتبر المعهد القومي زي المعهد القومي للبحوث كده، ولكن هو اسمه الناشونال انستيتيوت فور Health and Care Excellence، وده مش تبع الحكومة البريطانية بصراحة. يعني هو النايس كهيئة أو مؤسسة مش تبع الحكومة، والحكومة ملهاش أي دخل في هو بيعمل إيه، ودي ميزته الكبيرة برضو يعني. وهو بصراحة أنشئ سنة 99 في لندن ومستمر لغاية دلوقتي. طبعا من الحاجات برضو إن إحنا لازم نعرف برضو هو النايس بيعمل إيه، أو إيه فايدة النايس عشان نعرف هو دوره إيه وشكله إيه في اليو كي. اول حاجه ان هو بيعمل بيدي ادفايس عشان امبروف الهيلث والسوشيال كير، ودي هي الوظيفه الاساسيه، لكن في برضه بعض الوظائف الثانيه ان هو بيقدم ريسورسز عشان هيلب ماكسمايز اليوز فور ايفيدنس او الجايدنس اللي موجوده، ان هو بيعمل يعني بيحاول يشارك اي حاجه فيها ايفيدنت او ايفيدنس بيزد ميديسن، وبيحاول يشوف الجايدنس اللي حواليها وبيحاول يشاركها عشان تعمم في اليو كي. وكمان هو بيبقى مسؤول برضو عن حته اي اجهزه جايه جديده او اي حاجه جايه جديده وعايز تدخل اليو كي، النايس بيبقى له عامل كبير جدا في ان هو يشارك في تقييمها ويقول هل الموضوع ده ينفع يدخل اليو كي او ما يدخلش اليو كي، وليه جايدنس في الموضوع ده، ومش اي حد يقدر اسكيب النايس. تالت حاجه بقى يعني هو ايه فكره نشاه النايس عموما؟ هو اتعمل عشان حاجه مهمه جدا، وده اللي انا يعني نفسي بجد ان هو يتطبق في مصر، لان الفكره بتاعته هي فكره يعني جوهريه جدا في الطب بصراحه. وهو جاي عشان يلغي فكره الحاجه اللي كان اسمها بوست كود لوتري. البوست كود لوتري دي يعني انت محظوظ ان انت عايش في مكان، يعني احنا مثلا في مصر انا عايش مثلا في الصعيد، او انا مثلا من دمياط، او مثلا في ناس من المنصوره ما كانتش بتاخد الخدمه الصحيه اللي بياخدها الناس اللي عايشه في القاهره مثلا، او الناس اللي عايشه في المحافظات الكبيره. الناس اللي في صعيد مصر مش هياخدوا نفس الخدمه الصحيه اللي بتتاخد في مثلا القاهره. ولذلك النايس اتعمل علشان الموضوع ده، عشان يساوي كل مناطق اليو كي، وعشان يقدم خدمه متساويه، الخدمه اللي بياخدها المريض اللي موجود في ابعد حته من اليو كي هو نفس اللي بياخدها المريض اللي موجود في لندن. ودي كانت الفكره، ودي اللي بصراحه يعني الفكره الاساسيه المفروض ان احنا نطبقها يعني في مصر، او نقول ان هي لازم تتعمل في مصر. وبالتالي هو كانت الفكره بتاعته فكره جميله جدا. والبوست كود لوتري دي كانت على فكره مؤثره كتير جدا، ان في ناس بتروح تسكن في حتت معينه، والحتت المعينه دي كان ايجارها غالي او كانت مميزه بسبب ان ال NHS هناك او الهيلث كير بروفايدرز اللي موجوده هناك كانوا بيقدموا خدمه افضل من اماكن كتير. وكمان هو عايز يقول ان لو التريتمنت افيلابل لازم يكون افيلابل في كل الاماكن اللي موجوده في اليو كي. طيب اول حاجه يعني برضو الحاجه الثانيه، احنا قلنا كلمه نايس وخلصنا منها، هنيجي بقى كلمه الجايد لاينز اللي هي طبعا البعبع اللي بيقابل ناس كتير. وانا من اول ما جيت يعني كانت الموضوع الجايد لاينز ده يعني هو بصراحه
فهم جايد لاينز او الحاجات اللي لازم نفهمها بين سطور الجايد لاينز، هي دي الاساسيه اللي بتفهمنا هم الناس دي بيشتغلوا ازاي. عشان كده يمكن انا هركز في المحاضره دي على الحاجات اللي بين السطور، مش هركز على الحاجات اللي انت ممكن يعني تاخدها بسهوله. يعني انت ممكن جدا تروح تقرا النايس جايد لاينز، هتستفيد يمكن اكتر ما انا هقول لك عليها في حته النايس جايد لاينز، لكن انا هقول لك الحاجات اللي بين السطور وايه الحاجات دي بتتعامل ازاي، لان هي الحاجات مش زي ما هي مكتوبه خالص. يعني في فرق كبير بين الحاجه اللي مكتوبه والحاجه اللي بتطبق في الحياه العمليه اللي موجوده في اليو كي او اللي احنا بنمارسها في الان اتش اس. اول حاجه ان هو جايد لاينز دي عباره عن سيستميكالي ديفلوبد ستيتمنتس تو اسيست براكتيشنرز، هي حاجه معموله عشان تساعد الطبيب او تساعد التمريض او تساعد الجي بي او اي حد ان هو يقدم الخدمه الصحيه. والجايد لاينز بروفايد ريكومنديشنز فور افكتيف براكتس ان ذا مانجمنت اوف كلينيكال كونديشنز وير فاريشنز ان براكتس ار نون تو اوكر اند وير افكتيف كير مي نوت بي ديليفرد يونيفورملي. معنى الكلمه دي ان هو جايد لاينز معموله بالتحديد عشان الناس او المساواه، تحقق المساواه في العلاج والتشخيص والمانجمنت بتاع العيانين اللي موجودين. وهي دي فكره نشاه النايس زي ما قلناها قبل كده، وهي دي فكره الجايد لاينز او الخط الاساسي بتاع الجايد لاينز. وهم بيختصروه بكلمه واحده او كلمتين بالتحديد، وهو ستاندردايزيشن اوف كير. هيعمل ستاندرد الكير اللي موجوده في اليو كي كلها ويمشي على الستاندرد ده، سواء انت في حته يعني ابعد حته مثلا في اسكتلندا او في حته بعيده او موجود في لندن او موجود في ويلز، كله لازم يقدم له الخدمه الصحيه متساويه. نيجي ندخل بقى، ده كانت حاجه سريعه بس عن النايس جايد لاينز عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه. في حاجه اسمها الجايدنس اللي انا جايبه النهارده، هو فيفر اندر 5 ييرز، وهناخد منه نقي اللي هو الفيفر اندر 3 ييرز او في الانفنت سوري في 3 مانثس. الجايد لاينز دي طالعه من زمان، ولكن اللاست يعني ابديت كان في 7th of November 2019، وده طبعا اللينك اللي تحت ده، لو انتم مثلا هتكتبوه هتلاقي طالع لك بالظبط النايس جايد لاينز اللي احنا هناخد منها مقتطفات. ده الحاجه اللي مكتوبه في النايس جايدنس او الجايد لاينز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. هم بيتكلموا على الثرمومترز واستخدامهم والكلينيكال اسيسمنت في التشيلدرن والمانجمنت باي ريموت اسيسمنت، ده مش هنتكلم عنه لان ده مختص بالجي بي وساعات النيرس براكتيشنرز كمان، والمانجمنت باي نون بيدياتريك براكتيشنرز زي الجي بي. المانجمنت بقى بالبيدياتريك سبيشالست ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله، والانتي بايريتيك شويه حاجات عن الانتي بايريتيك والادفايس. الهوم كير مش هدخلها في الكلام النهارده. ندخل بقى اوفر فيو عن الموضوع. يعني الجايدلاينز كفرز الاسسمنت اند ايرلي مانجمنت اوف فيفر ويز نو اوبفيوس كوز، وده هو النقطه الجوهريه للموضوع. انا مش بتكلم على طفل سخن جاي مثلا ببرونكولايتس يعني بشكوى جايه من البرونكولايتس، وبالرغم من كده هم يعني هيبقى لينا كلام ممكن بعد كده على البرونكولايتس مع هاي فيفر، ولكن انا بتكلم النهارده على طفل جاي لك اقل من 3 شهور وهو عنده سخونية انت ما انتش شايف هو السبب ايه. وغالبا على فكرة ده شكوى يعني بنلاقيها كتير، اول ما تلاقي طفل اقل من 3 شهور وعنده سخونية في اغلب الاحوال انت بتقدرش تطلع السبب من السخونية دي، وهي دي الجايد لاينز اللي احنا نتكلم عليها النهاردة واهميتها في الموضوع. وبرضو علشان نعرف حاجة مهمة عشان هتشوفوني مش هتكلم عنها ولكن انا هذكرها دلوقتي عشان تبين لكم الامور بالتحديد. هنا اول ما الطفل بيخرج او بيتولد ويخرج بره المستشفى خلاص بقى تبع قسم الاطفال، ما عادش نيونيت، فما بيتحجزش في الحضانه. فحتى لو طفل خرج عن 6 ساعات اللي هو اقل حاجه ممكن يخرج فيها من المستشفى، رجع تاني لا قدر الله مثلا عند 10 12 15 ساعه وتعبان، مش هيدخل في النيونيت اليونت، خلاص ما عادش هيروح النيونيت، هينزل وهيجي في قسم الاطفال. وبالتالي احنا لما نقول 3 مانث او اقل ده بيشمل النيونيت كمان، وعلشان كده دي حاجه برضو مهمه لازم نذكرها، ان النيونيت محسوبين في المجموعه دي، والنيونيتولوجيست مش هيشوفوهم، اللي هيشوفوهم البيدياتريشنز اللي بيشتغلوا في الجنرال بيدياتريكس. لما يجي لهم طفل حتى لو عنده يومين وبسخونيه هنتعامل معاهم بنفس الجايد لاينز اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. اول حاجه دي طبعا حاجه يعني هي مكتوبه اول حاجه لما تدخل في النايس جايد لاينز هتلاقي الكلمه دي مكتوبه، people
have the right to be involved in discussion and make informed decisions about their care. النقطة دي طبعا يعني يعني مختلفة تماما. أنا أول ما جيت يعني كانت بتمثل لي عقبة شوية، وهو إن أي حاجة بتتعمل وأي حاجة بنحاول نعملها لازم بنشرك البيرنتس، الأب والأم لازم بيشتركوا في الديسيجنز، ولو في حد عنده 15 أو 16 سنة لازم بيشترك في الديسيجنز. ولكن احنا هنتكلم النهارده عن less than 3 months، وبالتالي في ديسيجنز هتعملها زي ما تسأله مثلا عايز اعمل لامبر بانكتشر، ده لازم الام والاب يوافق عشان انت تقدر تعمل له اللامبر بانكتشر، الا في حاله واحده لو كان حاجه لايف سيفنج، وده مش هينطبق على اللامبر بانكتشر. فلذلك انفولفنج البيرنتس حاجه مهمه جدا في انك تبدا وتمشي بالعلاج، وده جنرال رول بيتبعه النايس في الجايدنس بتاعه. هنتكلم بعد كده على الترمومترات، وعلى فكره دي نقطه عمليه جدا، يمكن الجايد لاينز دي من الحاجات اللي فيها حاجات عمليه كتير قوي. يعني كتير قوي احنا مثلا بنبقى قاعدين في المستشفى هنا، وده حصلت لي كتير في خلال الشهور اللي فاتت، بيجي لي طفل الام بتقول ان هو سخن. طيب انت استعملت ايه؟ لا انا استعملت ترمومتر مثلا من بتاع الجلد. لا انا استعملت مثلا ترمومتر اللي هو مثلا نوع تاني من انواع الترمومترات. وبالتالي الترمومترات اللي بنستعملها عشان الحراره هم حددوها في النايس جايد لاينز دي، وقالوا ان احنا يعني يفضل ان احنا نستخدم الحاجات دي، وهنبدا نتكلم عليها بالتدريج. اولا هو ما بيحبوش اي حاجه تعمل يعني نستخدم اي حاجه عن الريكتال والاورال رودز، يعني الترمومتر اللي عن طريق الفم والترمومتر اللي عن طريق فتحه الشرج انا غالبا يعني ما استخدمناهوش ولا مره من اول ما انا جيت هنا، يعني نادر جدا جدا. انا بتكلم على الاطفال طبعا الصغيرين اللي هم 3 شهور فاقل، ولكن هنا من زيرو يعني من اول يوم لغايه 5 سنين ما فيش حاجه اسمها ريكتال او اورال، بغض النظر عن عن الاكوريسي، واللي اكيد يعني كلنا عارفين ان هو الريكتال روت من الحاجات المور اكوريت عن الاكزيلري، لكن هما هنا عشان هي تروما للطفل وعشان هي ممكن تسبب ازعاج كتير، والام والاب ساعات ما بيبقوش يعني مبسوطين ان احنا بنعمل ريكتال روت، فعشان كده احنا ما بنستخدمهاش. الانفنت اللي اقل من اربع اسابيع احنا بنقيس لهم الحراره بحاجه واحده بس اللي هو الالكترونيك ثرمومتر من الاكزيلا، يعني يعني من الترمومتر الالكتروني العادي بتاعنا اللي احنا بنقيس بيه بس من الاكزيلا، ما بنقيسش من الاورال او من الريكتال روت. وكمان بيقولوا ان الاطفال من 4 اسابيع لغايه 5 سنين، ودي المجموعه برضو اللي احنا بنتكلم قلنا اقل من 3 شهور يعني هتندرج تحت المجموعه دي، بيقيسوا ب3 حاجات. اول حاجه الالكترونيك ثرمومتر اللي تحت اللي من الاكزيلا، وده اللي بنقيس بيه للاطفال النيونيتس كمان، والكيميكال دوت ثرمومتر في الاكزيلا، وده هوري لكم الصوره ليه، يعني مش كتير الاستخدام ولكن الجايدنس بتنصح بيه، والانفرا ريد تيمبانيك ثرمومتر، ودي الصور بتاعت الترمومترات اللي احنا بنستخدمها. الاخير ده اللي هو على ايدنا اليمين ده اللي هو الدوت الكيميكال دوت، وبيطلع نقط كده وبيبدا يقيس مثلا 37، مش عارف اكتر من 37 وحاجات دي، وهو بيعترفوا بيه يعني بيقول ان هو ترمومتر دقيق. نيجي نتكلم بقى على نقطه مهمه، ودي نقطه انا شفتها كتير برضو، ويعني امهات كتير بتيجي بتقول انا كنت حاسه ان الطفل سخن، احنا بنتكلم دلوقتي في الاطفال الاقل من 3 شهور. لو الام قالت لك ان انا كنت حاسه ان الطفل سخن، لازم تاخد ده بعين الاعتبار وتاخده سيريس، حتى لو انت قست له الحراره ولقيتها 36، انت ما تضمنش ايه اللي حصل، الام خرجت مثلا في الهواء او جابته هنا او حصل اي حاجه، وديته باراسيتامول واحنا ما سالناش ودرجه الحراره نزلت. فعشان كده اي ريبورتد parental perception of fever لازم ناخدها seriously، ولازم ان احنا نعتبرها جدا. وشفت حاجات كتير بيحصل بنقيس له الحراره اول ما بيجي بيبقى مثلا 36 36 ونص، ولكن طبعا احنا بنخليهم يعني بنحجزهم يوم وبنقيس الحراره، بعد كده الحراره بتطلع فعلا. ومنهم ناس كان عندها مننجايتس فايرال مننجايتس، فعشان كده لو الام والاب يعني قالوا لك لا احنا حاسين ان الطفل سخن واحنا قلقانين، لازم اقلق. يعني دايما انا يعني عندي قاعده ان الام والاب قلقانين لازم الدكتور يقلق الى ان يثبت العكس، بعد كده لما يثبت لا ان الموضوع بسيطه يبقى خلاص ان شاء الله. انا مش عايز اقلق الام والاب، ولكن لازم اخده بعين الاعتبار. هنتكلم بقى على الاسسمنت
بتاع الريسك اوف سيريس إلنس. ودي هي برضو واحد من اهم النقط اللي بتعتمد عليها الجايد لاينز دي، وهو عايز يقول لك ايه الساينز وايه الحاجات اللي انت بتشوفها في الطفل اللي بتخليه يا اما at high risk of serious illness ولا low risk of serious illness ولا هو intermediate risk. ال high risk of serious illness بعرفهم ببعض الحاجات، فعشان كده الجايد لاينز دي حاطه حاجه زي اشارات المرور كده بالظبط عشان ندخل عليها ونشوف ايه الاطفال اللي ممكن يبقوا high risk من السيريس illness، وخصوصا احنا بنتكلم في الاطفال اللي 3 شهور واقل، ودول لو في serious infection ممكن تبقى fatal، وخصوصا في السن ده. ايه بقى الترافيك لايت؟ معلش هو السلايد ده يعني منغمش شويه. هما الترافيك لايت من الاخر هما قايلين ان في حاجه اسمها جرين وفي حاجه اسمها امبا وفي حاجه اسمها ريد. الجرين دول اللي هم الاطفال اللي هم اللو ريسك، احنا هنتكلم دلوقتي في الحاجات. فهم مثلا بيتكلموا على السيركوليشن والهايدريشن، فهم بيتكلموا مثلا على الهارت ريت. الهارت ريت من الحاجات الاساسيه، فهم مثلا احنا بنتكلم في المجموعه بتاعتنا اللي هي اقل من سنه، لو الهارت ريت بتاعه اكتر من 160 ده بيعتبر علامه من علامات الامبا، يعني دي واحده. بيتكلموا على السي ار تي الكابيلاري ريفيل تايم، بيتكلموا على دراي ميوكس ميمبرين الطفل شكله عنده جفاف، او البور فيدنج في الانفانتس او ريديوسد يورين اوتبوت، ريديوسد سكين ترجر في بالنسبه للريد فلاج. لو انت فعلا لقيت السكين ترجر بتاعه ريديوسد ده وصل لمرحله من الجفاف، ودي مرحله في الريد في الترافيك لايت اللي موجوده في السيركوليشن والهايدريشن. تدخل بعد كده تلاقي مثلا حاجة من 3 ل 6 شهور والحرارة أكتر من 39 ده أمبر. طفل أقل من 3 شهور ودول اللي هما المجموعة بتاعتنا ودرجة الحرارة أكتر من أو يساوي 38 دي ريد فلاج، يعني ده ريد ساين، يعني هتتعامل إن هو at risk of serious illness. لو هو بس درجة حرارته أكتر من 38، يبقى أي طفل معانا في المجموعة اللي هما أقل من 3 شهور درجة حرارته 38 أو أكتر ده at high risk of serious illness. ايه زي ما انتم شايفين مثلا حاجات تانية زي non blanching rash، زي البالجنج فونتانيل، زي النيك ستيفنس، زي الستاتس ابلكتيكس، زي الفوكال نيورولوجيكال ساينز والفوكال سيجرز، دول كلهم في الريد ترافيك لايت. اللي هنيجي للامبر وقلنا من 3 ل 6 شهور والحراره بتاعتهم اكتر من 39، لو فيفر اكتر من من 5 دايز، لو رايجرز، لو سويلنج اوف ا لمب اور جوينت، او نون ويت ويت بيرنج مش قادر يمشي على رجليه او حاسس بتعبه، ده في الامبر. وما فيش حاجه من دول بيبقى موجود في الجرين. بتدخل على بعد كده هتشوف الكالر والريد هنا، لو هو بيل او موتلد او بلو او اشن. اشن ده اللي هو طفل شكله كده غلط، يعني انت حاسس ان لونه كده مش عاجبك. يعني الاكتيفيتيز لو طفل احنا بنتكلم على الريد، لو ما بي نو ريسبونس تو سوشيال كلو، وده المجموعه اللي احنا هنقول عليها اللي هم 3 شهور المفروض يبقى يعني منتبه شويه، لا ده انت شايفه مش كويس. appears ill، انت شايفه لا شكله مش طبيعي. doesn't wake up if aroused، انت بتحاول تصحيه مش بيصحى خالص. weak high pitched or continuous cry، ودول برضو في الريد ساينز، ودول اللي بنستعملهم عشان نقول ان هو في الهاي ريسك ان هو يبقى عنده سيريس illness. بعد كده respiratory، وهتلاقوا فيه ال respiratory rate، وهنتكلم على grunting لو طفل عنده grunting او تكبني اكتر من 60 في طفل وخصوصا اقل من 3 شهور، و moderate or severe chest indrawing، دول بيبقوا في الريد سايد زي ما انتم شايفين الامبر. ودول زي ما انتم لو هتدخلوا على الجايدنس في النايس جايد لاين هتلاقوهم بصور ملونه وممكن تطبعوهم وتخلوهم معاكم. دي بصراحه كانت يعني حاجه من الحاجات المتميزه جدا، هقول لكم دلوقتي احنا بنستخدمهم ازاي. طيب احنا بنستخدمهم بقى ازاي؟ قال لك ان في لو فيفا واي واحده من الريد ده خلاص هو هاي ريسك، لو فيفر ومعاه امبر بس معهوش ريد ده بنعتبره انترميديت ريسك، لو فيفر ومعاه جرين وما فيش مع اي علامه من علامات ريد او امبر ده بيبقى لو ريسك. طيب ليه بقى هاي ريسك وانترميديت ريسك ولو ريسك؟ الموضوع ده دايما بيستخدموه، يعني انا هقول لو احنا هنستخدمه في مصر هنستخدمه لو دكتور في عيادته الخاصه او دكتور موجود في مثلا دكتور تكليف او دكتور امتياز او نايب لسه بادئ،
لو طفل هاي ريسك ده غالبا بيقعد لو جالك المستشفى، لكن لو جالك مثلا بره المستشفى او انا مش اخصائي اطفال، ودي بصراحه الجايد لاينز دي معموله يعني المنطقه بتاعت الريسك والهاي ريسك واللو ريسك والانترميديت ريسك معموله عشان الجي بي بالتحديد. لو جي بي راح له واحد وطفل والطفل ده كان هاي ريسك لازم بيحوله مستشفى على طول، لو انترميديت ريسك بيحوله مستشفى، لو 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 ريسك ممكن ان هو يحوله او ما يحولوش على حسب، ولكن هم بيعرفوا جي بي وبيعرفوا النيرس براكتيشنرز ان لو في حاجه من الهاي ريسك او الانترميديت ريسك ده لازم دكتور اطفال يشوفه. وبالتالي لو الطفل جالي الوحده الصحيه او لو انا لسه امتياز او لو انا لسه بادئ في النيابه بتاعتي ولقيت حاجه من الهاي ريسك او الانترميديت ريسك لازم افحصه كويس جدا، ويعني ما اتكسفش ان انا استعين بالاخصائي او الاستشاري عشان يجي يشوفه. وده هتبقى حاجه طبعا اساسيه لان الطفل اقل من 3 شهور ممكن يحصل له مشاكل كتير وبسرعه جدا. احنا قلنا ان الموضوع معمول، والنايس جايد لاينز بتقول ان لو في طفل 3 شهور وعنده درجه حراره 38 او اكتر ده هاي ريسك جروب، ده لازم يتشاف في المستشفى من اخصائي. هو بيجي لنا المستشفى طبعا احنا النايب بيروح يعمل له كلاركينج اللي هو يعني بياخد منه الشيت وبيشوف هو اخباره ايه وحاجات من دي، وبعد كده لازم بيعرضه على الاخصائي او الريجسترار. فاحنا بنشوف حالات من دي كتير يعني بصراحه. و النايس بتقول ان الديوريشن بتاعت الفيفا مش هي الاساس ان انت تتوقع بريدكت الطفل ده عنده سيريس إلنس او لا. يعني مش طفل عنده حراره بقى له 4 ايام يبقى ده سيريسلي ال، وطفل لسه بادئ النهارده يبقى لا ممكن نسيبه يومين ثلاثه. لا، الديوريشن بتاعت التمبريتشر دي ملهاش علاقه بالسيفيريتي بتاع الإلنس. الديوريشن بتاعت التمبريتشر دي الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نستخدمها فيها هي في حالات الكواساكي، واللي امرها شرحه يطول عشان احنا يعني ده موضوع كبير. الكواساكي هنسيبه كده ان شاء الله، نبقى لو في فرصه تانية ممكن نتكلم فيه. ولكن بنقول ان اي طفل درجه حرارته اكتر من 38 ده هاي ريسك، لان احنا بنتكلم في الايدج جروب 3 شهور او اقل. واي طفل اللي بتجيله حراره سواء فتره طويله او فتره قصيره او لسه بادئه الحراره او 4 ايام ده مش علامه من علامات ان المشكله دي مشكله كبيرة أو مشكلة صغيرة. النايس لما تيجي تشوف برضو الجايد لاينز عامل حاجات كويسة جدا، عشان زي ما قلنا إن الجايدنس دي أو الجايد لاينز دي معمولة عشان تبدأ تفرق السيفير إلنس الهاي ريسك جروب من الأطفال اللي عندهم سيريس إلنس. لازم إن أنت تبدأ تاخدهم وتشوفهم من بدري وتعالجهم من العلاج المناسب. فبيحدد ان من اهم الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في الاطفال اللي عندهم سخونيه من غير ارتفاع من غير اي علامات اخرى، يعني هو بس سخونيه مش مثلا التهاب في اللوز او حاجه من دي وجاي بارتفاع في درجه الحراره بس، لازم نفكر في الامراض الخطيره اللي هو بادئ يقول عليها في النايس جايدنس. بيتكلم عن المننجوكوكال ديزيز. المننجوكوكال ديزيز ده نون بلانشنج راش، وبيبقى معاه الطفل بيبقى شكله يعني شكله سيء وما بيبقاش شكله كويس ال لوكينج، والليجنز بتاعت النون بلانشنج راش بتبقى 2 ملم او اكتر، وهي بيربرا راش يعني اللي هو البيربرا وبتبقى 2 ملم او اكبر، والكابيلر فيل تايم بيبقى اكتر من او يساوي 3 سكندز، والنيك ستيفنس. دول كلهم ممكن يكونوا منينجوكوكال ديزيز. المنينجوكوكال ديزيز طبعا منينجوكوكاي. البكتيريا مننجايتس طبعا احنا عارفين كلنا من البكتيريا مننجايتس، لكن احنا نقول اقل من 3 شهور مش هيجي بنيك ستيفنس، لان نيك ستيفنس دي بتيجي في الاطفال الاكبر من كده، لكن ممكن يجي جدا ببالجنج فونتانيل، ممكن يجي بديكريزد ليفل اوف كونشسنس او الطفل الصغير ما بيصحاش بصوره كويسه. ولكن البالجنج فونتانيل ده من الحاجات الاساسيه جدا في الاطفال الصغيرين، او بيجي ستاتس ابليبتيكس، ودي برضو شفناها في حالات مننجايتس بكتيريا مننجايتس. طبعا في تسميات هتلاقوها كتير، يعني حاجه اسمها منينجوكوكال ديزيز، حاجه اسمها منينجوكوكال سيبسز، وحاجه اسمها منينجوكوكال مننجايتس او بكتيريا مننجايتس. بكتيريا مننجايتس ممكن تبقى متسببه من منينجوكوكاي. منينجوكوكال ديزيز ده بيبقى برضو منينجوكوكاي. منينجوكوكاي ممكن تعمل منينجوكوكال سيبسز، يعني هو منينجوكوكال ديزيز ولكن عمل سيبسز. وبالتالي الثلاث حاجات دول لازم تفرق بينهم وانت بتشتغل. منينجوكوكال ديزيز يمكن يعني هو الاقل حده شويه، الاكثر شويه البكتيريا مننجايتس، والمننجوكوكال سيبسيس بتبقى سيئه جدا وحالات بتبقى خطيره جدا. الهربس سيمبلكس انكفلايتس من الحاجات اللي لازم تركز عليها، لان هو انت لو ما اخدتش بالك من الاول ممكن يعني ما تبداش العلاج، وبالتالي
ممكن يبقى فيه خطر على الطفل. ايه الحاجة اللي ممكن تقول ان الطفل ده عنده هيربس سيمبلكس انكيفالايتس؟ 3 علامات اساسية: فوكال نيورولوجيكال ساينز، فوكال سيجرز، ديكريزد ليفل اوف كونشسنس. دول لو انت لقيت 3 حاجات دول لازم ان انت هتبدا اسايكلوفير، لازم تبدا علاج ان انت ممكن تشك ان الطفل ده عنده هيربس سيمبلكس انكفالايتس. طبعا بتسال على الهيستوري، لو في حد عنده كولد سورز، ولا اي حد عنده هيربس موجود في العيله جنبه وده يكون سورس للسورسز اوف انفكشن. النمونيا طبعا وهي التكبنيا وكلنا عارفينها، والكراكلز في التشست، ولكن في الاطفال الصغيرين طبعا بيبقوا اللي هو اقل من 3 شهور هيجي لك بريسبيراتوري ديستريس وساينوزس في بعض الحالات. يو تي اي، اليو تي اي دي يا جماعه لازم نركز عليها قوي. اليو تي اي انا يعني شفت الشهر اللي فات لوحده، يعني او 3 اسابيع اللي فاتوا، وخصوصا ان انا كنت نايت، يعني انا شفت حوالي 3 4 حالات جايين بسبسز وكان سببهم اليو تي اي. فهو بريزنت ان ويل تشايلد، تمبريتشر اقل من، كان اقل من 3 شهور، وجايب منهم احتاج بولس اوف فلويدز، ولما عملنا كل انفستيجيشن طلع يو تي اي. فلازم نقول ان اليو تي اي برضو في الاطفال الصغيرين اللي هم اقل من 3 شهور صعب التشخيص جدا، وممكن تجيب اي حاجه، ولا يعني بص علاماتها الفوميتنج، اي حد ممكن يبقى عنده ارتجاع مثلا فوميتنج، irritability وليثارجي وبور فيدنج مش سبيسيفيك قوي لليو تي اي، ابدومينال بين ما فيش حد هيجي طفل عن اقل من 3 شهور عنده ابدومينال بين، ولا فريكونسي وديسيوريا. فعشان كده تشخيص اليو تي اي في الاطفال الصغيرين اقل من 3 شهور ده مهم جدا، وبالتالي بينصح بان احنا نعمل يورين اناليسيس في كل حالات الاطفال اللي جايين بتمبريتشر اقل من سنه ونص، وخصوصا الاقل من 18، اقل من 18 شهر، ولو احنا بنتكلم عن 3 شهور واقل فدي حاجه اساسيه ان انت تعملها، لازم تعمل يورين ام سي اند اس او يورين كلتشر اند سنسيتيفيتي عشان تشوف. سيبتيك ارثرايتس يعني هو نادر شويه في المجموعه اللي احنا بنتكلم فيها، بس ممكن يعني يجي لان هو في يعني عمر زمني كده معين ممكن يجي سيبتيك ارثرايتس، فلازم انت يعني تشوف الجوينت بتاعه وتشوف هو لو في سويلنج او في ريدنس حوالين جوينت ولا لا. طيب الترافيك لايتس قلنا ان هي بتستخدم غالبا من الهيلث كير بروفيشنالز اللي خارج المستشفى والنون بيدياتريشنز، لكن قلنا الجونيورز لازم يستعملوها في اسسمنت بتاع اني تشايلد وذ تمبريتشر، ودايما ان هم الاقل من 3 شهور لازم السبيشاليست او الريجسترار لازم يبص عليهم، لان الاطفال دي بتبقى عرضه جدا ان هو يحصل لهم مشاكل بصوره سريعه جدا. هنيجي بعد كده هنتكلم عن لو هو بقى جالي المستشفى وانا شفت ان هو جالي عشان ارتفاع درجه الحراره، ايه الفايتال ساينز اللي لازم اعملها؟ ودي طبعا الحاجات اللي هي الاساسيه: temperature والهارت ريت والريسبيرت ريت. طيب ايه بقى الاساس الانفستيجيشنز؟ الطفل جالي 3 شهور او اقل عنده ارتفاع في درجه الحراره، انا مش شايف سبب محدد، ودول يعني غالبا بنلاقيهم، والطفل ده مش يعني انا مش عارف هو في ايه، لازم اعمل انفستيجيشنز. دي بقى الانفستيجيشن دي لازم نعملها في اي طفل عنده 3 شهور او اقل جايب ارتفاع في درجه الحراره: الفول بلاد كاونت، البلاد كلتشر، السي ار بي اليورين، وده قلنا ان اليورين مهم جدا، تشيست اكس راي لو عنده ريسبيراتوري ساينز اونلي. لو ما عندوش ريسبيراتوري ساينز احنا بنعمل تشيست اكس راي في البدايه، ممكن نعمل ليتر اون، لكن في البدايه ما بنعملش تشيست اكس راي. والستول كلتشر لو هو عنده دايريا موجوده، يعني لو هو عنده دايريا هنعمل ستول كلتشر. على فكره الستول كلتشر هنا ما بنعملهاش كتير، يعني فدي حاجه من الحاجات القليله اللي ممكن تعمل فيها الستول كلتشر. يبقى لستة الانفستيجيشنز دي اي طفل 3 شهور او اقل بنعمل له لستة الانفستيجيشنز دي. هنستفيد منها ايه؟ يعني الفول بلاد كاونت طبعا هنشوف النيوتروفيلز، و هنشوف طبعا الوايت بلاد سيلز، وبرده علامات لو في علامات سيبسيس ساعات البليتلتس بتتاثر بصوره كبيره. البلاد كلتشر طبعا ممكن تطلع في كتير من الاحوال ان هي بوزيتيف من البكتيريا. سي ار بي
السي ار بي يا جماعه ده لازم يعني تتعاملوا معاه بحذر جدا. كتير من الحالات اللي جايه بسبسيس مش بيجي السي ار بي في البدايه. السي ار بي احنا بنعمله في البدايه مش عشان تشخيص الحاله ان هو سبسيس ولا لا، سبسيس ولا لا، او طفل سيريسلي ال ولا لا. السي ار بي ملوش علاقه بالموضوع تماما في البدايه، ولكن هو ممكن يعني يديك حاجه ايجابيه. ولكن لو هو احنا كتير بنعمله بيبقى نيجاتيف او ليس ذان 10، فهو لو ليس ذان 10 مش معناه ان الطفل ما عندوش مثلا سيريس إلنس، لا الموضوع مش كده خالص. احنا بنقول ان حتى لو السي ار بي نيجاتيف ده بنستعمله كفولو اب، يعني احنا بنعيد دايما السي ار بي بعد ال 24 ساعه ونشوف السي ار بي في ريسبونس للسي ار بي ولا لا. وخلي بالكم في نيونيتس كتير جدا ما بيستجيبوش للسي ار بي، السي ار بي قصدي يعني ما بيرتفعش في اطفال كتير صغيرين، وبالتالي السي ار بي نتعامل معاه بحصر. جا بوزيتيف ماشي، احنا بنستعمله كفولو اب تول مش كدايجنوستيك كرايتيريا ومش كدايجنوستيك تيست. السي ار بي حاجه انت بتستعملها كمساعده، فخلي بالكم السي ار بي ما تعتمدوش في التشخيص في الاطفال دول على السي ار بي، احنا بنعملهم في الاساس عشان تتابع تشوف ايه. كتير من حالات السبسز والمننجايتس وحالات كتير كان السي ار بي بتاعهم مش عالي في البدايه، وممكن ما يعلاش قوي على فكره، يعني ممكن يبقى 20 25 يعني مش بالعلو القوي. فعلشان كده خلي بالكم من السي ار بي. واليورين تيست قلنا ان اساسي جدا لازم تعمل يورين تيست. اليورين في الاطفال الصغيرين بيبقى صعب. انا بفضل الكلين كاتش، لو انت عارف تاخد كلين كاتش، ومع يعني في طريقه كده بيقعدوا يدلكوا له ظهره، التمريض بيدلك ظهره او الام بتدلك ظهره وبيحاول ان هي تكاتش كلين كاتش يورين. لو ما عرفتش او كانت الامور صعبه، يفضل طبعا قبل ما تبدا المضاد الحيوي تاخد اليورين بتحاول تعمل كاثتر ان اند اوت، بتدخل كاثتر وتاخد كلين كاتش او تاخد عينه من البول وتعملها، لان دي مهمه جدا في حالات التمبريتشر. نيجي بعد كده لللامبر بانكتشر. طبعا انتوا شفتوا ان السلايد اللي قبل كده ما اتكلمتش عن اللامبر بانكتشر. ايه الانديكيشن اللي انا اعمل لامبر بانكتشر في طفل اقل من 3 شهور وعنده سخونيه؟ قالك ان اي طفل عنده سخونيه اقل من شهر لازم يتعمل له لامبر بانكتشر، خلاص دي حاجه اساسيه. يبقى طفل اقل من شهر وعنده ارتفاع في درجه الحراره لازم يتعمل له لامبر بانكتشر. اي طفل من شهر ل 3 شهور وانويل وماهوش كويس، شكله انت حاسس ان هو سيبتك او انت حاسس ان الطفل ده مش كويس، لازم تعمل له لامبر بانكتشر. او الاطفال اللي عندهم شهر لثلاثه انت كنت حاسس ان هو معقول يعني كويس مش وحش، ولكن الوايت بلاد سيلز بتاعته اقل من 5 او اكتر من 15، هتعمل له لامبر بانكتشر. يعني بصراحه بتيجي في الاخر بتلاقي ان كل الاطفال اللي اقل من 3 شهور تقريبا وعندهم سخونيه احنا بنعمل لهم لامبر بانكتشر، لان يعني هقول 90 او 95% من الاطفال دول بيندرجوا تحت الثلاث حاجات، الثلاثه انديكيشنز دول. وبالتالي بصراحة إن يجي لك طفل أقل من 3 شهور وما تعمل وبارتفاع درجة الحرارة وما تعملوش لامبر بانكتشر، وخصوصا أنت ما أنتش شايف حاجة ممكن تسبب الحرارة، دي بتبقى صعبة جدا. معظم الأطفال إحنا بنعمل لهم لامبر بانكتشر. طبعا إحنا بنقول برضو إن اللامبر بانكتشر لازم نشوف الكونترا إنديكيشنز بتاعت اللامبر بانكتشر، وأكيد كلنا عارفين الكونترا إنديكيشنز، يعني لو في بليدنج بروبلم أو لو في الباك بتاعه في سباينا بيفيدا او في يعني اي مشكله في الباك. ومن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، ممكن الام تقول لك لا انا مش عايز اعمل له لامبر بانكتشر. ما تقدرش للاسف تجبر الام وتقول لا، لان دي مش لايف ثريتنينج انفكشن الى الان، والحاجه اللي انت هتعملها دي مش هتاثر على فكره كتير قوي في العلاج اللي انت هتديه، لان انت تقريبا انت هتدي مضاد حيوي، ولكن هتاثر في الديوريشن بتاعت التريتمنت، السنسيتيفيتي بتاعت الميديكيشن، وممكن تأثر كمان في الفولو اب مانجمنت. ولكن كتير جدا من الحالات لو الام، يعني انا ما شفتش حد بصراحه او ما فيش امهات بصراحه رفضوا لامبر بانكتشر، يعني انا ما يعني ما جاش يعني ما صادفنيش او ما صادفش يعني في خلال فتره عمل هنا ان حد من الام او الاب رفضوا ان هم يعملوا لامبر بانكتشر في الطفل الجاي بارتفاع في درجه الحراره. ولكن النقطة اللي احنا بنتكلم عليها هنا ان احنا لازم ناخد لامبر بانكتشر قبل المضاد الحيوي، بس في حالة واحدة بس، ان الطفل ما هوش سيريسلي ال. لو الطفل سيريسلي ال
واحنا خلاص يعني احنا لازم ناخد لامبر بانكتشر. انا عارف ان احنا لازم ناخد لامبر بانكتشر، بس لو سمحت ما تاخرش المضاد الحيوي عشان اللامبر بانكتشر. بتقول ان الطفل مثلا اللي انت هو سخن بس شايفه كويس، عملت له تحاليل وهتدي له مضاد حيوي، بس انا ممكن اعمل لامبر بانكتشر بالمره. لكن لو طفل سيريسلي ال او جاي في يعني شكله سيبتيك او جاي شوكت، لازم هتدي له مضاد حيوي اول وبعد كده تفكر ان انت تعمل لامبر بانكتشر. طيب هتدي له بقى مضاد حيوي، ايه المضاد الحيوي اللي انت هتديه وهتديه ازاي؟ طيب يبقى هو العنوان بتاع السلايد دي اورال اور اي في. اولا ما فيش هنا اي ام، يعني اي ام يعني انا شفتها مثلا 3 4 5 مرات، وبتبقى في حاله ان فشل الاي في لو احنا ما عرفناش ان احنا نجيب له اكسس، او مثلا طفل ادينا له مثلا 4 ايام وفي فاضل يوم والكانولا تشد مثلا، فبنبدأ نتكلم مع الأم طب ممكن نديله واحدة one dose only one dose اي ام بدل اي في. لكن العلاج هنا يا اما اورال يا اما اي في، مفيش اي ام. وبالتالي البرنترال انتبيوتكس are mandatory، يعني لازم هتدي parenteral or اي في antibiotics في الحالات دي. لو طفل اقل من شهر خلاص ده اساسي هياخد اي في، طفل من شهر لثلاث شهور وانويل. يعني هما بالظبط الانديكيشنز اللي انت يعني هما دول الثلاثه انديكيشنز اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده، هما نفسهم هما الثلاثه انديكيشنز اللي هتدي فيهم اي في. لو الثلاثه انديكيشنز دول مش موجودين وانت حاسس انت عايز تدي مثلا اورال انتبيوتكس، ممكن تدي يعني ممكن زي ايه؟ يعني لو طفل مثلا انت شكيت ان هو يو تي اي وهو اكبر اكتر من شهر وابيرز فيري ويل وعملت له البلاد والبلاد بتاعه طلع الواي بلاد سيلز اكتر من 5 واقل من 15 وانت شايف الطفل فيري ويل ولكن في ساينز بتاع يورين انفكشن، ادي له اورال انتيبيوتكس. لكن غير كده بتدي اي في انتيبيوتكس. ايه انتيبيوتكس اللي احنا بنديه؟ طبعا الانتيبيوتكس بتختلف من مكان لمكان، ولكن عموما احنا بندي ثيرد جنريشن كيفالوسبورينز ومعاها اموكسيسيلين. اموكسيسيلين يعني يعني انا بصراحه يعني وكتير من الناس معترضين على الاموكسيلين عشان هو معمول عشان الاستيريا اونلي، عشان هي طبعا يونيت ممكن يجي له الاستيريا سيبسيس، وعشان كده هو بيضيفوا الاموكسيلين وبيدوا معاه ثيرد جنريشن كيفالوسبورين، وهو غالبا بيبقى الكيفتراكسون لو هو اكتر من شهر، واقل من شهر بندي كوفتاكسم، ولكن الكيفتاكسم ممكن دي لغايه 3 شهور. يبقى احنا بندي كيفتاكسم واموكسيلين في اغلب الاحوال، وممكن كيفتراكسون ومعاه اموكسيسيلين. خلاص احنا ادينا children with fever and shock. لو احنا بقى immediate treatment ايه؟ لا الطفل جاي وشوك، احنا قلنا assessment of shock قلنا في الاول ان هو tachycardic السي ار تي او الكابيلاري فيل تايم بتاعه more than 3، البلاد بريشر بتاعه قليل، الطفل الكونشس ليفل بتاعه مش كويس مش بيفوق، الطفل احنا حاسين ان هو ديهايدريتد شوك، لازم هتدي بولس اوف فلويد وهتدي 20 ملز بير كي جي، ودول هتديهم 0.9 صوديوم كلورايد. لازم لو انت هتعمل كده لازم اكتفلي مونيتورنج اجين، عشان انت ممكن تدي بولس مور بولس لو الطفل ما تحسنش مع الفيرست بولس. هنيجي بقى الـ immediate parenteral antibiotics to children with fever if they are. احنا قلنا برضو ان احنا ممكن يعني نستنى شوية كده على ما نعمل lumbar puncture ونعمل تحليل ومش عارف ايه، لكن الاطفال دول اللي هو ايجابي شوك unrousable او showing signs of meningococcal disease اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي النون بلانشنج راش والطفل الكونشس ليفل بتاعه قليل او في سيجرز او حاجات من دي، لازم نبدأ antibiotics without ان احنا نعمل اللامبر بانكشر او ناخد اليورين اناليسز، نبدا الانتيبيوتكس مباشره. السلايد دي هتتكلم على الهربس سيمبلكس انكفالايتس. احنا قلنا الساينز بتاعتها وهم ريديوسد كونشس ليفل فوكال سيجرز وفوكال نيورولوجيكال ساينز، دول لو لقيت حاجه من الثلاثه دول بتدي اسايكلوفير. احنا بندي اسايكلوفير كتير، انا شفت اسايكلوفير يعني احنا بندي كتير جدا، بس خلي بالكم يا جماعه وانتوا بتدوا الاسايكلوفير، الاسايكلوفير يعني بيأثر جدا في الكيدني فانكشنز، وكتير من الحالات بيعمل اكيوت كيدني انجري، فدايما تخلي بالكم وانتوا بتدوا اسايكلوفير تكونوا عاملين الفلويدز وتكونوا شايفين الكيدني فانكشنز
تبداوا يعني قبل ما تبداوا بالاسايكلوفير، انا انصح ان انتوا تعملوا كيدني فانكشنز او يوريا اند الكترولايتس، وبعد مثلا 24 ساعه بتعملوا تاني، وبعد 48 ساعه او بعدها بشويه، بحيث ان انتوا تتاكدوا ان الكيدني فانكشنز ار دوينج رايت. فاحنا بنبدا الاسايكلوفير في الثلاث حالات دول، ان احنا شاكين ان هو هيربس سمبلكس انكفالايتس، او يعني ما فيش حاجه من دول، بس مثلا معاه حد عنده هيربس سمبلكس، الام مثلا عندها هيربس سيمبلكس، لازم اهدي له طبعا اسايكلوفير. طبعا ده انا بضيفه للمضاد الحيوي، ده مش لوحده يعني، برضو نقطه مهمه، انا بضيف الاسايكلوفير على المضاد الحيوي، انا مش بدي الاسايكلوفير لوحده هنا، انا بدي المضاد الحيوي، دي فكره خلاص احنا خلصنا منها، انا بزود بقى الاسايكلوفير وخصوصا الاي في لو انا شكيت في الثلاث حاجات دول اللي قدامنا في الشاشه. هناخد بقى ايه الانتي بايريتكس اللي بنستعملوها، وهم اصلا الانتي بايريتكس ايه. دايما النايس جايد لاينز بتقول الانتي بايريتكس دي ملهاش اي علاقه بالفيبرايل سيجرز. كل الابحاث اللي اتعملت قالت ان ما فيش علاقه مباشره بين اعطاء الايبوبروفين او الباراسيتامول عشان نمنع الطفل ان هو يجي له فيبرايل سيجر، او ان هو يقلل الفيبرايل سيجر. علشان كده الانتيبايوريتيك ايجنتس دونت بريفنت فيبريل كونفولجنز اند شودنت بي يوزد سبيسيفيكالي فور ذيس بيربس. لو انا يعني انا يعني مش كل همي ان انا ادي للطفل باراستامول او ايبوبروفين عشان فيبريل سيجر، لا انا ما احطش في دماغي ان الانتيبايوريتكس بتعمل اي حاجه في الفيبريل سيجر، ودي على فكره ايفيدنت بيزد، دي ما هيش يعني حاجه هما بيقولوها. يعني اول حاجه احنا بنستخدمها الباراستامول، ولكن ايبوبروفين من الحاجات اللي ممكن نستخدمها، وممكن نستخدمها في الاطفال الاقل من 3 شهور بنستخدمهم، وبنستخدم واحد منهم في البدايه، وبعد كده ممكن نضيف الثاني. بنبدا ندي الباراستامول او الايبوبروفين لغايه لما الطفل يبدا يتحسن، وممكن يعني نعمل شيفتنج من واحد للتاني لو حسينا ان مفيش حاجه، يعني واحد منهم مش مأثر بصوره مناسبه، نبدا ندي الاثنين مع بعض، او alternative دوزنج alternating دوزنج لو واحد بس مش مكفي ان هو كنترول التمبريتشر. دي عباره يعني ده ملخص لل الاطفال اللي هم 3 شهور او اقل وجايين بارتفاع في درجه الحراره. يبقى احنا هنا لازم الاطفال دول نعملهم يعني بخوف شديد، ان الاطفال دول ممكن يحصل لهم sudden deterioration، وبيبقى very quick deterioration، لازم نتعرف على red flags، وبالتالي لازم نخلي بالنا ان red flags دي ممكن تبقى علامة ل serious illness. شفنا الاشهر الاسباب اللي ممكن تيجي وتسبب serious illness ونشوف العلامات اللي فيها، قلنا ان احنا بنعمل لهم تحاليل ايه، اتكلمنا عن التحليل، اتكلمنا على الانتيبيوتكس اللي بناخدها وهي اي في ولا اورال، واتكلمنا على ايه الانتيبيوتكس، اتكلمنا على اللامبر بانكتشر والانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها، وده عباره عن الاطفال اللي هم اقل من 3 شهور. في اطفال طبعا اكتر من 3 شهور، يعني الجايد لاينز دي بتغطي لغايه 5 سنين، ولكن انا عايز اقول حاجه برضو في النهايه، وهي دي برضو نقطه محوريه، زي ما قلنا احنا هنتكلم في الموضوع من الفلسفه بتاعت الجايد لاينز. احنا اتكلمنا في الاول ليه الجايد لاينز دي اتعملت وليه النايس اصلا نشات، فهنيجي نتكلم بقى لو انت انا مثلا هنا، هل انا مجبر ان انا استعمل الجايد لاينز؟ هي جايد لاينز اسمها جايد لاينز، يعني هي بترشدك للطريق الصواب. النقطه دي نقطه تشالنجينج جدا، وخصوصا لو انتوا هتيجوا تشتغلوا هنا ان شاء الله، او لو يعني جايد لاينز في مصر ان شاء الله بدات، فالنقطه دي مهمه قوي. فعشان نجيب الحاجه من الاخر، فاحنا سالنا نايس نفسها وقلنا يا نايس تعالي قولي لنا كده لو سمحتي، هل احنا مجبرين ان احنا نتبع الجايد لاينز بتاعتك، ولا احنا ممكن ان احنا نروح ونعمل حاجه تانية؟ فالنايس قالت ايه بقى؟ نايس قالت once nice guidance is published, health professionals are expected to take it fully into account. هو خلي بالك ما قالش expected ان انت تجبر ان انت تستعملها، هو قال take it fully into account when exercising their clinical judgment. However, ومع ذلك nice guidance doesn't override the individual responsibility of health professionals to make appropriate decisions according to the circumstances. ولكن هو بيقول ان nice guidance دي عمرها ما يعني هتيجي فوق قرار طبيب هو شايف بخبرته
وبشغله ان الكلام ده يشتغل، ولكن ده في خضم ان البيشنت سيفتي، لازم البيشنت سيفتي بتكون محدده. يعني انا من الاخر لو انا عايز اكسر الجايد لاينز دي، او مش اكسر الجايد لاينز، لو مثلا انا في جايد لاينز معينه، احنا مش هنتكلم دلوقتي على الجايد لاينز اللي احنا اتكلمنا عليها، هنتكلم في عموما في جايد لاينز. مثلا احنا انا هتكلم بصوره عمليه في الاطفال اللي احنا بيقول لنا بنيونيتال ببرولونجد نيونيتال جوندس، اللي هم الاطفال اللي عندهم اسبوعين او اكتر وهم تيرم ولسه عندهم نيونيتال جوندس، بيبقى في جايد لاينز ان احنا نعمل بعض الفحوصات. من الفحوصات دي مثلا نعمل يوريا والكترولايتس. البيهايند اليوريا والالكترولايتس دي مثلا ان اليوريا والالكترولايتس عشان نشوف الطفل ده ديهايدريشن ولا لا. طب انا مثلا كدكتور اطفال وشفت الطفل ما هوش ديهايدريتد، الطفل بيعمل بول بصوره كويسه، الطفل بينمو في الوزن بصوره ممتازه، وانا مش حاسس ان في بيهايند كيدني انجري او في اي مشكله ان ممكن تسبب له الجوندس، فانا ممكن طوعيه اقول لا انا مش هعمل اليوريا والالكترولايتس. ده انا قراري كطبيب اطفال، شفت حالات كتير وحاسس ان انا قراري ده هينفع. ولكن تيجي تشوف بقى السلايد اللي بعدها. You must be prepared to explain and justify your decisions and actions, especially if you depart from guidelines produced by a national recognized body, such as NICE. It is also important to keep a record of the reasons for your decisions and your discussions with the patient. يا جماعة السلايد دي من أهم السلايد اللي أنا شايفها لازم الناس كلها تعرفها عن الجايد لاينز. انت ممكن تخرج بره الجايد لاينز، ممكن ما تعملش اللي الجايد لاينز قالته لك، انت حر، انت شفت ان انت عندك اسبابك. بس لو سمحت انت خرجت بره الجايد لاينز وخالفت حاجه اللي معترف بها في انجلترا كلها مثلا، او لو احنا عملنا ان شاء الله جايد لاينز الايجيبشن جايد لاينز، انت قلت لا انا يا جماعه مش هفولو الجايد لاينز دي، انا هعمل حاجه بتاعتي بس انا ليا اسبابي، لو سمحت قول اسبابك دي كويس، اكتبها في النوتس، سجلها، اعمل لها دوكيومنتيشن في النوتس. انا ما عملتش يوريا والالكترولايت زي الاولاني عشان الطفل مش ديهايدريتد، وعشان انا شفت فيه كذا وكذا 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 وكذا. وانا اتكلمت مع الام والاب، روح اتكلم مع البيرنتس او مع البيشنت لو هو كبير، وقول له انا هخرج شويه بره الجايد لاينز بس انا ليا اسبابي وهي كذا وكذا وكذا، واكتبها في النوتس واكتب ان انت يعني اتكلمت. على فكره الموضوع مش سهل، الموضوع كبير، لان في قضايا وفي ممكن تروح لمشاكل كبيره، وممكن العيان يشتكيك، وممكن الكونسلتنت يجي يقول لك طب انت ما عملتش كده ليه. الجايد لاينز دي يا جماعه يعني حاجه جايد لاينز، ولكن يعني معترف بيها من وبتطبق في 99% مثلا بحذافيرها كده بتطبق. فانت لو في ال 10% انت خرجت بره، لازم تقول انا خرجت بره عشان ليه اسباب معينه، وهي اهي وانا اتناقشت مع الام والاب وقلت لهم كذا، واتناقشت مع العيان وقلت لهم كذا، وبالتالي انا خرجت بره الجايد لاينز. وعشان كده انا بقول برضو فاينل مسج ان الجايد لاينز ار نوت قران اور بايبل، ده يعني هما جايد لاينز بس they are very well developed and based on evidence based medicine. فعلشان كده if you decided to deviate you should have strong reasons. لو انت قررت طواعية ان انت ما هتنفذش guidelines لان ليك اسبابك اللي احنا بنحترمها جدا، انت ممكن تكون expert more than the guidelines, it's up to you. انت شايف ان الموضوع ده انت عندك اسبابك اعملها، بس لو سمحت قول اسبابك اللي انت بسببها ما عملتش او ما didn't follow the guidelines. ودي اخر المحاضره بتاعت النهارده، يعني جايب لكم صوره ليفربول، يعني عشان ان شاء الله البلد كلها هنا مستنيه ليفربول يكسب ان شاء الله البريمير ليج، عشان هيبقى الشوارع هينزلوا مش هيعتبروا في كوفيد ولا اي حاجه عشان يحتفلوا. وان شاء الله باذن الله تكون المحاضره عجبتكم. انا بصراحه بشكر المجموعه يعني الايجيبشن يونيون اوف بيتياتريشن، لان هي مجموعه نشطه جدا فيها حاجات كتير، وطبعا انا بشكرهم جدا عشان اتحول الفرصه ان انا اكون معاكم، وانا يعني تحت امركم لو في حد عنده اي سؤال ان احنا نجاوبه ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد على المحاضره الجميله فعلا والاسلوب السهل فعلا والممتع يعني. شكرا يا باشا، الله يكرمك دكتور احمد والله. لو في اي حد يا جماعه عنده سؤال ممكن يكتبه، عايز يتكلم هو بنفسه ويسال سؤاله مش اي مشكله، احنا بس عندنا مجموعه اسئله مبدئيا كده الاول هنقولها. تمام. هو في حد سائل هو احنا لما بنقيس بالالكترونيك ثرمومتر
هل لازم نزود نص درجة؟ لا ما بنزودش ال لو بالنسبة للأجزلة، لو بالنسبة للأجزلة. احنا بناخد درجة الحرارة اللي مكتوبة على الترمومتر على طول. تمام. في حد تاني، الاموكسيسيلين اي في، انت عندكم اللي بتستخدموا الاوجمنتين ولا بتستخدموا في عندكم فورما اموكسيسيلين اي في لوحدها؟ لا في اموكسيسيلين لوحده، الاوجمنتين ده يعني بص الاوجمنتين ده يعني برغم ان هو في مصر ميه يعني الاوجمنتين ده حاجه جامده جدا يعني هم. فاحنا بنستعمل الاموكسيسيلين اي في لوحده، فعشان كده الجايد لاينز دي يعني هتختلف لو احنا جينا نطبقها في اي مكان على حسب البروتوكول بتاع المكان نفسه وعلى حسب الانتيبيوتكس المتاحه في المكان، مش على كأنه هو جايد لاينز محطوط يعني. فهو اي مضاد حيوي يغطي، لو ما فيش اموكسيسيلين اعتقد كوموكسيكلاب ممكن يغطي الوضع يعني. بس هو احنا طالما في حاجه نارو سبيكتروم وممكن تؤدي نفس الغرض بنستعمل النارو يعني. طب هو الامبسيلين اصلا متوفر يعني؟ احنا ما بنستعملش الامبسيلين بس هو متوفر يعني. بس هو عندنا امكسيلين اي في ده اعتقد مش متوفر يعني خالص يعني. لو في اي حاجه امبسيلين او كوموكسيكلاب ما اعتقدش ان هيبقى في مشكله يعني. طيب بالنسبه بس استخدام الايبي بروفين في الاطفال اللي هم اقل من 3 شهور، هل تمام. ابروفد في اليوكي؟ ابروفد، احنا بنستعمله في اليوكي عادي. اقل من 3 شهور. واقل من 3 شهور، وبيبقى طبعا ده كل تبع البي ان اف يعني. طالما البي ان اف او يعني البي ان اف اكيد معمول، انا حتى هتشيك بالظبط الدوز بتاعته في الاطفال، وطالما حاجه مكتوبه في البي ان اف ممكن تستعملها، ما بيقولش اي حاجه خالص. الايبوبروفين مثلا هنا انا لما جينا نعمل تشيك دلوقتي فهو كاتب ان احنا ممكن نستخدمه اورال من في الاطفال اللي من شهر لشهرين بنستعمله 5 مللي جرام بير كي جي 3 تو 4 تايمز بير داي، والاطفال اللي هم من 3 ل 5 شهور 50 مللي جرام 3 تايمز بير داي. فاحنا بنستعمله في الاطفال الاقل من 3 شهور والجرعه بتاعته بنديها 5 مللي جرام بير كي جي وبتبقى 3 تايمز بير داي. وممكن نستعمله اي في في النيونيتس، طبعا ده يعني موضوع الدكتس بس مالناش دعوه بيه يعني. هو في التمبريتشر احنا بنستعمله في الاطفال اللي هم من سن شهر 5 مللي جرام بير كي جي. طيب بالنسبة للهربس سيمبلكس، انتوا عندكم بتضيفوا الاسايكلوفير بدون اي انفستيجيشن تقول ان ده هربس يعني؟ طبعا احنا كل السيمبتومز اللي انت قلتها عادي ممكن تيجي مع اي بكتيريا البردك من الجويتس. بالظبط اي حاجات من دي ممكن تيجي فعلا مع البكتيريا من انجايتس. الحاجه الوحيده هتثبت كلامك ولا لا هو اللامبر بانكتشر، وبالتالي هو احنا لما بندي اسايكلوفير ده الطفل بيبقى يعني حالته سيئه جدا، واللامبر بانكتشر هو الحاجه اللي هتجيب لنا هو هيربس سيمبلكس ولا لا. فبالتالي اللامبر بانكتشر واللي احنا بنعمل مزرعه ده بتبقى حاجه اساسيه جدا وممكن يطلع هيربس سيمبلكس لو في مشكله. طيب هو انتوا لما بتعملوا ال بي بتعملوا فايرال كالتشر ولا احنا بنعمل انتوا بتعتمدوا بي سي ار بي سي ار؟ بي سي ار يعني احنا بنعمل لامبر بانكتشر بيبقى فيه بكتيريال كالتشر وبنعمل بي سي ار للفيرولوجي. ده يعني ده روتين كل ال بي عندكم الاطفال اقل من 3 شهور؟ الاطفال الاقل من 3 شهور اي حد يتعمل له لامبر بانكتشر بيتعمل له كالتشر عشان البكتيريا وبي سي ار عشان الفيرولوجي. والبي سي روتين. ار ده بيبقى فيه الهربس سيمبلكس الهربس سيمبلكس وبيبقى فيه الانترو فيروس. الانترو فيروس يا جماعه ده خلي بالكم منه جدا، انا كنت عملت محاضره قريب في عندنا في المستشفى على حاجه اسمها ابليوسايتوزس انترو فيروس، وهو انترو فيروس بيبقى عامل مننجايتس، ولكن لما بتيجي تاخد الـ يعني عينه اللامبر بانكتشر سي اس اف بيبقى كلير، وده تقريبا وجدوه في 50% من حالات الايترو فيروس، واللي بيحدده هو البي سي ار، عشان كده احنا بنشخصهم بالبي سي ار. تمام. بس انا يعني البي سي ار ده تالي مش موجود في مصر اعتقد. هو هيبقى صعب شوية يعني بس احنا بنعمله كروتين. طيب ده كويس جدا. في بس حد سائل بعضك سؤال كده يعني، هل جميع الاطباء في بريطانيا ملزمين باتباع الجايد لاينز؟ وده جالنا. انا جاوبت يمكن على في الحته الاخيره عن الجايد لاينز. هو طبعا الجايد لاينز يعني انا اقول الاغلبيه العظمى من الناس هنا بتتبع الجايد لاينز، ولكن لو انت خبرتك كانت كويسه وحاسس ان انت ممكن تخرج بره الجايد لاينز لا اخرج، بس في حدود. اولا لازم تتكلم مع المريض وتقول ان انا مش هتبع الجايد لاينز وهمشي بره واسبابي هي كذا وكذا، ولازم تعمل دوكيومنتيشن كويس جدا في الورق،
وممكن تروح عكس الجايد لاينز. في يعني انا شخصيا في حاجات ما بعملها بره الجايد لاينز، ولكن لو انا عملت حاجه بره الجايد لاينز لازم اكتب ولازم اقول للكونسلتنت بعد كده ان انا عملت ده، ولازم اعمل له دوكيومنتيشن كويس جدا، وبقول للعيان كمان ان احنا المفروض كنا نعمل كده، بس انا مش هعمل كده لاسباب معينه وممكن احطها، وده على فكره ما فيش منه مشاكل يعني. طيب اوكي، بالنسبه بقى لتشخيص المننجايتس في النيونيتال بيريود، لو مثلا احنا بنتكلم على بكتيريا مننجايتس، انتوا بتعتمدوا في التشخيص مثلا على عدد النيوتروفيل كاونت، ولا بتعتمدوا على عدد الواي بلاد سيل كاونت لازم يبقى فوق رقم معين الاول وبعد كده نشوف النيوتروفيل كاونت، لان غالبا الكالتشر بتطلع نيجاتيف؟ هو بصراحة يعني الموضوع ده بيبقى صعب شوية، لأن هو طبعا يونيتس بيبقى شوية السيلز أو البريميابيليتي بتاعت البلاد فيزلز الموجودة في البريم بتبقى أعلى شوية، وممكن يبقى الوايت بلاد سيلز أعلى في السي اس اف. علشان كده بنقول إن هو في ماجيك نمبر دايما بيقول إن أكتر من 20 ده بيبقى في النيونيت بالذات في الايرلي نيونيت بيبقى رقم ممكن يقول، يعني اقل من 20 ساعات ممكن داوت، بس الكالتشر بصراحه في حالات كتير جدا بتجيبه، يعني انا شفت كالتشر كتير بوزيتيف في حالات بكتيريا مننجايتس. ولكن الرقم السحري اللي بالنسبه لنا اكتر من 10 في ناس بتبدا تفكر، اكتر من 20 لا بيقولوا ان هو الاحتمال الاكبر ان هو يبقى بكتيريا مننجايتس. وبصراحه الكالتشر يعني بتجيب حالات كتير، يعني معظم الحالات اللي مننجايتس متشخصه بالكالتشر. طب النيتروفيل كاونت في كبلد يعني كفول بلاد كاونت، لا انا بتكلم على سي اس اف، الديفرنشال كاونت بتاع سي اس اف. احنا ما بنعملش في النيونيتس ديفرنشال كتير، يعني دايما في النيونيتس الا اذا كانت الرقم عالي جدا، يعني هو اقل من 20 ما هيعملوش ديفرنشال، اكتر من 20 هيعملوا. وبرضه لازم نلاحظ ان في البدايه حتى الفيرال البكتيريا مننجايتس ممكن تبقى فيه لينفوسايتس كتيره في الاول، وبعد كده يبقى بعد كده بيظهر مور النيوتروفيلز، فهي ممكن تديك ان هي عامل كويس، ولكن احنا الديفرنشال بنعمله لو العدد اكتر من 20 بنطلب ان احنا ممكن نعمل ديفرنشال، لكن الاساس صراحه في التشخيص بيبقى الكالتشر. تمام، هو ده الصح فعلا. هو في حد بس سائل ان هو كان سائل الاستاذ في جامعه القاهره وقال له ان الاوبيبروفين از مور سيف ذان باراسيتامول، هل المعلومه دي مظبوطه؟ انا ما اعرفش هو مورسيف ولا، بس انا يعني اللي انا اعرفه الباراستامول از اوكي، ولكن احنا بندي الباراستامول طبعا هو الاول، يعني اول حاجه بنديه الايبوبروفين شويه عشان الكيدني والحاجات دي، بس هو سيف صراحه يعني احنا بندي، انا ما شفتش منه مشاكل يعني. Can we use drugs written as unlicensed EPNF؟ معلش دكتور احمد تاني. ممكن نستخدم أي دواء مكتوب في البي إن إف، بس مش يعني هو مش مر... يعني معلش ممكن نستخدم أي دواء مش مرخص من في البي إن إف؟ الأدوية اللي مش موجودة في البي ان اف ليها معاملة خاصة، ولازم يبقى في نقاش مع الفارماسيست، ودول اللي هم يعني بتوع الصيدلة الإكلينيكية، يعني لو في دواء بره البي ان اف وانت عايز تستخدمه له حسابات خاصة، اولا لازم هتتكلم مع الصيدلي، ولازم الكونسلتنت هو اللي بيعمل كده للاسف، يعني انا ما اقدرش اعمل كده الا بموافقة الكونسلتنت، ودايما بنشارك، دايما البيرنتس بيشتركوا في الموضوع لو هو بره البي ان اف، ولو في مصادر تانية غير البي ان اف، يعني في كتاب مثلا في النيونيت اسمه دراج فورمولاري ساعات بنستخدمه لو في ادوية مش موجودة في البي ان اف، لكن الادوية اللي مش موجودة في البي ان اف لازم ان احنا نتكلم مع الصيدلي عشان احنا نستخدمه، هو اصلا مش هيصرفه لو مش موجود في البي ان اف، مش هيرضى يطلعه، يعني انا ممكن اكتب دواء والصيدلي يقول لي لا لو سمحت انا مش هطلعه، غير ان انت تتناقش معاه وتبدا تقول له طب انا عندي كذا وكذا وهعمله، وتجيب له الحته اللي هو مكتوب فيها اقتنع ما اقتنعش مش هيصرف. ده مثال زي مثلا ايه، مثلا اشهر دواء مثلا بيقابل عنده المشكله دي؟ اشهر مثال، اشهر مثال مثلا انا شفت قريب النيترو، عارف النيترو ديرم اللي احنا بنستخدمه مثلا لو في حاجه في اه الارتري او حاجه مشكله، ده عشان يعني انا كتبته اسكيميا، بيفضل قريب. اسكيميا. بالظبط كتبته قريب،
وكان في نقاش جامد يعني. لازم انا كنت بالليل كمان يعني، كنت مثلا الساعه 2 بالليل او حاجه، اتصلت بالكونسلتنت وقلت له انا عايز اكتب الدواء ده، ويعني هو استعماله شويه صعب في النيونيت، لو سمحت انا اكلم الصيدلي. وكلمت الصيدلي اون كول، كنا الساعه 2 الفجر وجاء طلعه وصرفناه. بس ده يعني اكتر حاجه انا يعني حضراني حاليا يعني، بس ما اعتقدش ان في ادويه كتير مش موجوده في البي ان اف. طيب كويس. في سؤال بقى تاني: during bronchiolitis season لو في بيبي عنده 2 months with fever واستكبنيا oral secretion, how far you go in investigation? Patient is not sucking well, what is the possibility of sepsis? صراحة السؤال ده يعني حاجة، أنا أشكر بصراحة سأل السؤال ده، لأن السؤال ده مهم جدا يعني. طبعا أي البرونكلايتس طبعا لو هو في السيزون بتاعه ودرجة الحرارة أقل من 38، هو بيقولوا ساعات بيطلعوا لغاية 39 في البرونكلايتس، والطفل يعني بادئ العيا اللي انت مشخصه من الاول اللي هو برونكلايتس، متبع نفس الباثوي بتاع البرونكلايتس وانت سعيد بيه، بتشخصه برونكولايتس ما تديش مضاد حيوي، انت عارف الموضوع. ولكن بدأ الطفل ان انت تحس لا ان في حاجه غلط، الطفل مش الساكنج بتاعه مش كويس، الطفل الكونشس ليفل بتاعه مش كويس، الطفل مش بيصحى، لازم اشك ان هو ممكن يكون في اندرلاينج بكتيريال انفكشن او سيبسز، ولازم ان انا اعامله معامله سيبسز، وهعمل نفس الحاجات اللي احنا قلناها بالظبط. ممكن ان انا اجل شويه اللامبر بانكتشر، وممكن اعمل مكانها تشيست اكس راي لان في تشيست سيمتومز، ولكن ممكن اعامله معامله السبسز واسحب العينات وادي له مضاد حيوي في الحالات دي. واحنا بصراحه بنقابلها كتير وعملناها كتير السنوات اللي فاتت يعني. طفل بدا ان هو انت تتوقع مثلا اليوم الخامس اليوم السادس سابع يوم الطفل يبدا يتحسن، وفجاه لا ده حرارته بدات تعلى تاني وبدا ان هو يبقى مش مظبوط، لا بعامله ان هو ممكن يبقى سبسز، وبعامله ان هو فيفر، وبدي له انتيبيوتكس، وبركب له كانلا، وممكن كمان ان احنا نعمل له لامبر باكتشر لو حسينا ان هو يعني في مشكلة اكبر من كده. تمام. هو في حد رد على فكرة، كاتب ان البي سي ار بتاع السي اس اف موجود في اسكندرية في كذا معمل حاليا، كويس جميل. فانا حبيت بس اقول المعلومة. طيب في سؤال تاني: sometimes there is many guidelines like hospital specified guidelines, what should they follow؟ يعني في بعض المستشفيات فعلا بتبقى عاملة guidelines ليها هي بس، هل عندكم القصة ديت ولا كله بيلتزم بالنايس guideline فقط؟ محدش بيطلع بجايد لاين مخصصة بيه؟ لا احنا عندنا برضو الكلام ده موجود. انت طالما موجود في مكان هتستعمل الجايد لاينز بتاعه. وغالبا في معظم الاحوال واللي انا شفته يعني، في احنا عندنا جايد لاينز في المستشفى مختلفه عن الجايد لاينز الموجوده في النايس جايد لاينز، ولكن هي بتعتمد في اساسها على النايس جايد لاينز، او بتعتمد على مؤسسه كبيره اخذه منها الجايد لاينز. لو انت عندك جايد لاين في المستشفى وانت عايز تتبعها، انت هيبقى الأولوية للجايد لاين اللوكال اللي موجودة في المستشفى بتاعتك. لو المستشفى بتاعتك ما فيهاش جايد لاينز عن الموضوع ده، ممكن تطلع للنايس جايد لاينز. لكن في الغالب ان معظم الجايد لاينز اللي موجودة في المستشفى بتبقى متاخدة من النايس جايد لاينز او من الهيئات الكبرى اللي موجودة في بريطانيا او موجودة في اي مكان. ماشي. ما هو في سؤال بس تاني بيتكلم: can we differentiate UTI by GUE without culture general examination؟ أقصد أعتقد بيختصر ده. هو في حاجة برضو عشان نقولها، إن في اليورين ديبستيك تيست، اليورين ديبستيك تيست إحنا بنستعمله، ولكن هو مور ريلايبل في الأطفال اللي هم أكتر من 6 شهور. كان الأول أكتر من سنتين، دلوقتي أكتر من 6 شهور بنعمل اليورين ديبستيك تيست، وبنشوف النيترايت وبنشوف الوايت سيلز، ودي هتلاقوا فيها جايد لاينز في النايس جايد لاينز بتاع التعامل مع اليو تي أي. دي حاجة جميلة جدا و من اهم الجايد لاينز اللي ممكن انت تشوفها، هو التعامل مع اليو تي اي في التشيلدرن. في بنعمل يورين ديبستيك تيست، ولكن عشان الاطفال الصغيرين اقل من 3 شهور بيبقى الديبستيك تيست مش اساسي، فلازم بنعمل كلتشر. احنا بصراحه اللي انا بعمله ان انا بناخد العينه وبطلب ليها ارجنت مايكروسكوبي، وبطلب ان الميكروبيولوجيست يجي يبص عليها بالمايكروسكوب ويقول لي هل في بكتيريا ولا لا، وهل في وايت بلاد سيلز وايت سيلز في اليورين ولا لا، قبل ما تيجي الكالتشر، لان الكالتشر ممكن تقعد 48 ساعه، فعلى الاقل هيلاقي عندك مثلا الوايت سيلز عاليه او يجي فيه بكتيريا، هو يقول لك انا شايف بالمايكروسكوب فيه بكتيريا، فدي خلاص 90% او 95% هتبقى يو تي اي.
علشان كده احنا بنستعمل مايكروسكوبي ايرجنت مايكروسكوبي، وبعد كده بنستعمل يورين كلتشر اند سنسيتيفيتي. طيب في اسئله بقى عن السنسيتيفيتي بتاعت السيفكراكسون، كانت موجوده عندنا في مصر هنا كان زادت، هل المشكله دي حصلت عندكم؟ صراحة أنا ما يعني ما قابلتهاش ولا مرة. يعني إحنا بنستخدم كيف تراكسون كتير جدا لأن هو الفيرست لاين في حاجات كتير يعني، وحقيقة أنا ما شفتهاش ولا مرة يعني. هو انتم بتستخدموا السيفتراكسون كفيرست لاين في النيونيتال بيريود برضك؟ لا في النيونيتال بيبقى بنزايل بنسلين وجنتامايسين. ده الانيشال انتي بايوتيك يعني، آه يعني انتوا حتى ايفن حتى مش الانيشال بتاعكم امبيسلين جنتامايسين. لا احنا بنستعمل الفيرست لاين في النيونيت بيبقى الجنتامايسين والبنزايل بنسلين، والسكند لاين بيبقى فلوكلوكسيسيلين وجنتامايسين، وبعد كده ممكن نضيف التايكوبلانين لو في، وخصوصا لو في لاين، والفانكومايسين ده اخر حاجه يعني ممكن نستخدمه خالص. اه طيب كويس، بس تايكو بلانين ده كان قعد فترة كده اختفى يعني من الأذهان، أنا يمكن ما شفتوش من بقالي 5 سنين تايكو بلانين ده، كويس إن هو لسه بيستخدم يعني. اه لا بيستخدم، وخصوصا لو في لاينز لو في سنترال لاينز. اه طيب تمام. طيب في سؤال، culture of fungal meningitis when to request and when to suspect fungal. هو انا ما شفتش حاجه في فانجل مننجايتس قبل كده انا شخصيا يعني، واعتقد ان هي رير، ولكن انا اقدر اقول لو في حاجه انت يعني قصدها بتبقى ادفانسد، يعني احنا ما طلبناهاش خالص، انا ولا طلبناها ولا مره من يوم ما جيت، او ما اعرفش حد يعني حتى طلب الفانجل كلتشر، ولكن اعتقد ان هو هتعتمد على الكلينيكال. يعني انت حاسس ان الطفل بيهيف لايك مننجايتس والكالتشر بتاعه نيجاتيف وما فيش حاجه، وانت شكيت ان هو ممكن يبقى فانجل انفكشن سواء هو اميونو كومبرومايزد او على كيموثيرابي او مثلا اي دراجز من اللي بتعمل اميونيتي، وانت شاكك فيه، هتعمل فانجل كالتشر. بس احنا بصراحه انا يعني ما شفتهاش وما سمعتش عنها كتير هنا يعني. طيب تمام. في اي رول للميوكوليتكس او الاكسبكتانت في الانفانت؟ لا طب الهايبرتونكسلاين ايه ليه رول في البونكولايتس؟ ما بنستعملوش، ولكن انت ممكن تستعمله في حاجه واحده بس، لو الطفل دخل الاي سي يو او الاتش دي يو وانت عارف، او اللي هو الاتش دي يو اللي هو الهاي ديبندنسي يونت، وانت حاسس ان هو يعني يعني انت مش عارف تعمل اي حاجه، والطفل مثلا على فنتليتور او حاجه من دي، انت ممكن تستخدمه كمساعده يعني، لكن هو مش رول صراحه يعني، احنا ما بنستخدموش هنا، ما بنستخدمش بس الناس جايد لاين ضد الهايبرتونكس لاين في البرونكيولايتس. بالظبط، هي ضد الهايبرتونيك سلاين، ضد السلبيتامول الا في حالات معينه، وضد طبعا ميوكوليتكس او حاجات تانيه، فاحنا ما بنستعملوش صراحه. بس اكشوالي يعني اللي بيحصل انت ممكن تستخدم له هايبرتونكس لاين انهاليشنز في البرونكيولايتس. اه ممكن نستخدمه، انا استخدمته يعني، ولكن لازم يبقى عندك ريزون ان انت بتستخدمه، لان هو خلي بالك هو مش احنا يعني البرونكولايتس نادر ان احنا نستخدم الهايبرتونيكس لاين الا في حاله ان انت فعلا شايف ان الطفل قدامك يعني، يعني مش روتين ان انت تستخدمه، لا انا حاسس ان هو فيه ثيك ميوكس والدنيا صعبه، فممكن استخدمه كده مره، واحنا لما نستخدمه مره ونشوف بري اند بوست، بتبدا تسمع الطفل تاني وتشوف هل فعلا جاب نتيجه ولا لا. لكن هو لو احنا مثلا جالنا في السنه اتعاملنا مع مثلا 500 طفل برونكولايتس، هنقول هايبرتونيك سلاين ممكن يكتبه مره او مرتين. بس على فكره هو في الناحيه الثانيه الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس الريكومنديشن بتاعها بيقول وي كان او وي مي يوز، عشان بس ابقى دقيق، بالظبط هايبرتونيك سلاين ان تشيلدرن وذ برونكولايتس ادميتد تو هوسبيتال. بالظبط يعني هو ده المهم يعني، بس ماي يعني ماي هو فعلا زي ما قلنا ان هو مش ضد ان هو ممنوع، ولكن قليل جدا 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 ان احنا نستخدمه. مش بس ايه معنى ذلك ان هو ممكن بيستخدم في بريطانيا مع انه ضد النايس جايد لاين. هو مش ضد، هو النايس جايد لاينز قايله لما انت تقرا مثلا ان هو ما هوش افكتيف، ولكن زي ما قلنا ان هو نايس جايد لاينز برضه هي جايد لاينز، فانت لو هتكتب حاجه عكس الجايد لاينز بتقول اسبابك. انا كتبته عكس الجايد لاينز لان في بعض الاستاديز بتقول ان هو ممكن يعمل نتيجه، وانا حاولت مع الطفل والطفل كان بيتدهور، فانا اضطريت ان انا اديله كده وقلت للام كذا، فهو الموضوع يعني مش سهل، طالما حاجه مش مكتوبه ممكن تعملها، ولكن هتبقى انت بره الجايد لاين.
طب وبالنسبة برضك السالبيوتامول انهاليشن، ما بنستعملوش الا في حاله واحده بس، لو الطفل اكتر من يعني غالبا من بعد 9 شهور وانت حسيت ان هو البرونكلايتس بتاعته مور ويزي، يعني هو ويزي ذان مثلا كريبيتيشنز، بتديه برضو كترايل. انا مثلا شخصيا انا بكتبه، وكتير من الاسترين اللي معايا مثلا بنكتبه، بدل الطفل السلبتامول نيبولايزر، وبعد مثلا من تلت ساعة لنص ساعة ببدأ أسمع صدره تاني وأشوف الفرق، هل في فرق، هل ده أثر على الأكسجين ريكويرمنت بتاعه، هل الطفل بقى يعني بقى أحسن بعد النيبولايزر ولا لا. لو مفيش تأثير ما بنكرروش تاني. هو انتوا بتستخدموا السلبوتامول عن طريق نوبلايزر ولا عن طريق السبيسر؟ لو طفل برونكولايتس وانت شايف ان هو على اكسجين، اعتقد ان هو هيبقى نيبولايزر. طب نكمل بقى، معلش، الاسترويدز بالمره، اخر حاجه انهاليشن وسيستميك. الاسترويدز في حالات البرونكولايتس ما بنكتبهاش، لا سيستميك ولا نيبولايزر او انهاليشن. طيب هو في حد كاتب ان الاكيوت اوتيتس ميديا دايكنوزد كلينيكالي كان وستارت اورال انتيبيوتيك، قولي. لو احنا هنا طفل اقل من 3 شهور وما كانش عنده الحالات، يعني طفل من شهر ل3 شهور وكان كويس جدا في اثناء الكشف، ولما عملت له صوره الدم كانت يعني الواي بلاد سيلز بتاعته من 5 ل 15، وانا متاكد 100% ان ده اوتيتس ميديا، ممكن ادي له اورال انتيبيوتيك. لكن لو انا عندي شك لا ما عملوش. وعلى فكره في حاجه برضو تانية، ان الطفل السخن الاير درام بتاعته بتبقى ممكن تبقى ريد، بتبقى هاي بريميا وممكن تبقى ريد، فعلشان كده انا ما بثقش في الاطفال اللي اقل من شهر بالتحديد، يعني في تشخيص اوتيتس ميديا لازم ان انا اعمل له فول سيبتيك سكرين. لكن من شهر لثلاثه ممكن يعني ابدا افكر، لو هي فيري اوبفيوس ساين او مثلا في سكريتوري اوتيتس ميديا ممكن اعملها باورال انتيبيوتكس. طيب تمام خالص. طب هل في الاوتيتس ميديا هل لازم تعتمد على اي ان تي سبيشالست، ولا ممكن البيديتريشن العادي هو اللي ممكن يشخصه؟ هو المفروض طبعا البيدياتريشن، لكن انت لو انت شاكك في الامر بنكلم الاي ان تي، والاي ان تي بيجوا يعني ممكن يجي لك الاسم ويقول لك هو ده، انا حاسس ان هو اوتيتس ميديا ولا لا، بس هو غالبا يعني بيدياتريشن جنرال بيدياتريكس. طيب هو في بقى سؤال أخير بس، هو دلوقتي بالنسبة في حاجة اسمها فيبرفوبيا، هل الموضوع الفيبرفوبيا ده موجود في إنجلترا زي مثلا موجود عندنا في مصر عند الأمهات؟ بص، هو يعني انا ما اقدرش اقول حاجه في العموم، ولكن اقدر اقول ان لا، الناس هنا tolerating more للفيفر، والناس هنا بيتعاملوا مع الفيفر ان هي عرض وليس هو المرض، فعشان كده ان هو ممكن يديله باراسيتامول، ممكن يصبر عليه يوم او اتنين، ولكن هو بيهتموا بالحاجات التانية اكتر من التمبريتشر، يعني ممكن بيهتم باكل وشرب الطفل لو ما بياكلش ويشرب كويس، لو الطفل همدان او حاجات من دي، لكن حتة ان هو اهم حاجة ان ينزل الحرارة وحاجات من دي لا، ما مش موجود. احنا كتير من الحالات مثلا بيقول لنا بارتفاع درجة الحرارة وبيبقى اخد باراستامول من شوية او ايبوبروفين، بتقول له طب اقلع هدومك مثلا واقعد تحت المروحة، يعني ما بنعملوش حاجات يعني اكسسيف ثيرابي عشان التمبريتشر، والناس هنا مش بصراحة ما عندهمش فوبيا كتيرة من التمبريتشر. احنا متشكرين جدا دكتور محمد، احنا يمكن خدنا من وقتك فتره طويله شويه، يمكن طولنا عليك في الاسئله، بس انا حبيت اسال كل سؤال اتسال بحيث وازود كمان عليه، بحيث الناس كلها تبقى برضه متشبعه بالاسئله وحضور. بس انا عندي طلب منك بقى، يا ريت بقى نكمل بقيه النايس جايد لاين لحد 5 سنين، لان الموضوع على فكره من المواضيع المهمه فعلا وجميله يعني. والنايس جايد انا لاين والله بجزئيه بصراحه ممتازه. انا سعيد جدا والله ان انا موجود، وطبعا لو حد عنده اسئله انا ما عنديش اي مشاكل خالص، وانا فاضي، وممكن حتى تكتبه في البوست تحت الموضوع هنا في مجموعه الاطباء، ان احنا برضو ممكن ارد على الاسئله التانية لو شفت الفيديو بعد ما تسجل لايف، وان شاء الله باذن الله نحاول نكمل اللي من 3 شهور ل5 سنين، ولو الناس عجبها النايس جايد لاينز وعايزين نتكلم في حاجات تانية ممكن نجيب مثلا في المرات الجاية زي اليو تي اي وزي الحاجات اللي هي في النايس جايد لاينز اللي بنستعملها او الجايد لاينز اللي موجودة عندنا ان شاء الله. وانا بصراحة بشكركم جدا، انت يا دكتور احمد تعبت جدا في المحاضرة دي والله، الف شكر، يا باشا انت تحت امرك، الف الف وتصبح شكر على يا خير. باشا، جميل، العفو، الف تصبح شكر. على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.